السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ تفضلي السؤال مختصر لو سمحتي. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أنا نذرت كم نذر بس مو متذكرة، يعني كم صوم هو بس ما متذكرة كم يوم، فما أدري إيش علي. طيب شكرا. وش أنت ناذرة؟ وش قلتي؟ نذرت صوم يا شيخ. وش قلتي بالنذر؟ والله يا شيخ قلت أن تحقق لي الشيء هذا لأصوم كذا، بس ما متذكرة كم مرة أنا نذرت وش الأيام اللي أنا نذرتها. تصومين لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وأنت تحقق لما علقت النذر عليه فيجب عليك عليه الوفاء. اصبري الله يهديك، يجب عليك الوفاء بالنذر وتقدرين الأيام حتى يعني أصوم كذا 10 أيام أقدرها يعني أو شهر كذا. قدري وصومي الله عافيت. شكراً.